هنعمل صينية كوسة بكرات اللحمة. علشان نعملها احنا محتاجين كوسة متقطعة حلقات، وطبعا ما تنسوش انكم تنظفوها كويس جدا جدا باستخدام انكم تشيلوا الطرفين بتوعها. بعد كده بتنقعوها شويه في ميه دافيه، بعد كده بتغيروا عليها الميه وتعملوها كويس جدا بليفه او فرشه مخصصه للخضروات، لان الجلد او القشر بتاع الكوسه بيكون فيه رمل كتير، فعشان تتاكدوا انكم تخلصتوا منه. انا مش بحب اقشر الكوسه بالمقشره او بالسكينه، بحب اشرحها كده او اجرحها كده بالشوكه عشان استفيد بالقشره وبالفايده اللي فيها. بعد كده تقطيع الكوسة يكون سمكه وسط زي اللي شفتوه ده، ما يكونش لا تخين قوي ولا رفيع قوي زيادة عن اللزوم. بعد كده عندنا لحمة مفرومة وعندنا بصل مفروم وملح وفلفل، نعناع ناشف ونعناع فريش، وعندنا صلصة طماطم وسكر، عندي سمنة وتوم شرايح وعصير طماطم، وللتقديم هنقدمها مع رز مصري. طيب اللي عنده عصاج وعايز يشتغل بيه، أو عنده لحمة مفرومة وعايز يعمل بيها الطريقة التقليدية بتاعة اللحمة المفرومة من غير ما يعملها بكور يعني، برضو ما فيش مشكلة خالص، تمام؟ اللي عنده كفتة أصلا متصبعة أو متكورة في الفريزر وعايز يستخدمها برضو ينفع. اللي عايز يشيل اللحمة خالص ويخلي الكوسة بصوص الأحمر بس ينفع، وفي الحالة دي ممكن تحطوا لها فلفل ألوان، بصل، بطاطس، فيبقى يعني طبق خضار مشكل من غير لحمة، تمام؟ والمقادير قدامكم أهي، وأنا سخنت الاتنين ووك اللي هستخدمهم قبل ما أبدأ. ووك هنزل عليها الكوسة لازم النار تكون عالية، والووك أو الحلة أو الطاسة تكون سخنة جدا، وده علشان الكوسة ما تنزلش ميتها. الووك التانية هحط البصل وبعدين أبتدي أتبل. الكوسة هتاخد النعناع وتاخد الثوم، زيت كوسة، شرايح ثوم وشرايح من وقصدي نعناع ناشف، ملح، فلفل اسود. يبقى كده الكوسة جاهزة، زيت، شرايح كوسة، ملح وفلفل وثوم ونعناع ناشف. كده خلصت المقادير بتاعة الكوسة لدلوقتي. أروح بقى للبصل، هياخد ملح، فلفل اسود، تقليبة، الايدين دايما دايما لجوه علشان مع الحركة ما فيش حاجة تتقلب عليكو. البصل مع الزيت مع الملح والفلفل مع اللحمة المفرومة، لا مش مع اللحمة المفرومة، مع كرات اللحمة. ممكن طبعا، انا قلت لهم كده في الاول، ممكن جدا انكم تستخدموا اللحمة. هنا اللحمة دي واخدة ملح وفلفل فقط لا غير، ومتكورة زي ما انتوا شايفين كده، فعايزين تستخدموا دي اوكي، عايزين تنزلوا لحمة مفرومة على البصل على طول اوكي، الطريقتين صح والطريقتين حلوين مفيش مشكلة، بس احنا قلنا نغير شوية يعني، لكن مفيش فيهم حاجة غلط يعني. دي لحمة مفرومة اهي، حطينا عليها ملح وفلفل وكورناها وهنستخدمها فقط، ما فيش اي حاجة عليها، ولا عليها بصل ولا عليها بقدونس ولا عليها توابل، ملح وفلفل فقط لا غير. نزلناها هنا على البصل،
وانا اصدق اني اغير من لون البصل كده علشان يديني نكهه مميزه للطبق ككل. بعد كده هاخد مع الكرات دي شرايح من الثوم، هاخد رشه ملح ورشه فلفل خفيفه، طبعا انا هنا عايزه اسوي الكوسه 3 ارباع سوا، او نص سوا لو انتوا بتحبوا الكوسه تبقى مش مستويه زياده عن اللزوم. وبرده هنا عايزه اسوي اللحمه 3 ارباع سوا. هوسع لنفسي بعد ما شوحتها من كل الاتجاهات، هنزل معلقه صغيره من السمنه تديني نكهه في المكان اللي انا فضيته، هنزل الصلصه، هنزل عصير الطماطم، وهاخد رشة سكر بسيطة على الصلصة هنا، نقلب الكوسة كويس. على فكرة ممكن الكوسة تاكلوها كده زي ما هي بدون صلصة بدون لحمة، وطبعا في الحالة دي يفضل تحطوا لها زيت زيتون، ويفضل طبعا او مش يفضل يعني هنا هتسووها بقى التسوية الكاملة اللي انتوا عايزين تاكلوها بيها 3 ارباع او سوا كام. نقلب بقى الصوص مع اللحمة، ولا مش حاساه محتاج مية، يعني حاسة كده مقدار المية كويس قوي قوي. طيب بالنسبة بقى للتقديم، ممكن تعملوا مثلا في طبق بايركس زي ده، او طبق بالرز فيه الفته وكده، تحطوا طبقه من الرز عليها طبقه من الكوسه عليها طبقه من اللحمه بالصوص بتاعها. لازم يكون استوى السوى اللي انتوا حابينه خلاص، او ممكن انكم تحطوا الكوسه وفوقيها اللحمه، ممكن تحطوا عليها شويه جبنه وتدخلوها الفرن تكمل تسويتها. ممكن تسووها هنا سوى كامل وبعدين تحطوها في البايركس او في اي طبق غويط وتقدموها، يعني زي ما انتوا عايزين حسب اختياركم. اصل في ناس بتستصعب الفرن او مش بتحب تستخدم الفرن او كده، فاللي انتوا عايزينه. انا هحط دلوقتي في البايركس او الصينية اي حاجة تخش الفرن او اي حاجة تقدموا فيها على طول حسب اختياركم. هحط الكوسة هنا كده كطبقة، وبعدين هقوم جايبة عليها اللحمة مع الصوص بتاعها كطبقة تانية، ولو عايزين بقى رشة جبنة ماشي، عايزين تدخلوها الفرن ماشي، عايزين تقدموها كده ماشي، عايزين تدوها كمان طبقة من الرز تحت فيبقى الطبقات كلها في طبق واحد ماشي. انا بالنسبة لي عندي هنا بقى شلت النعناع للايه لوقت عوزة، فهحط هنا كده شوية من النعناع الفرش بس كده.